مستمرين معكم مشاهدينا بفقرات الكويت مثل ما وعدناكم. الفنان عبد الله السلمان مخرج ومنتج سينمائي منورنا اليوم، وايضا الفنان احمد العونان، مساكم الله بخير، نورتنا في الكويت. مساك الله بالخير حبيبي، واحنا سعداء بهذا اللقاء، وطبعا نشكركم وان شاء الله يكون لقاء خفيف على المشاهدين. الله يسلمك أحمد. سعيدين بوجودنا في ليالي الكويت، وانت شرف طبعا في وزارة الإعلام وبهالدعوة الكريمة، طبعا مشكورين، وانتم طبعا مشكورين اكيد على حضوركم. احمد، يمكن قبل شوي قبل لا نشوف الفيلم مالكم شفنا تقرير عن الفنان العملاق يعني شاد الخليجي، وانت مدنانا كله بالسلامة، فيعني الفنان العملاق هذا شنو يعني لكم اليوم؟ شوف بالنسبة لشاد الخليج، شادي يعني شو نقول عنه؟ شاد الخليج تاريخ، شاد الخليج تقدر تقول انت لما تسافر وتسمع صوت شاد الخليج وسناء الخراز خلاص تتذكر الكويت، اغاني وطنيه يعني طبعا اغانيه الوطنيه. شادي يعني رمز من رموز الفنانين اللي غنوا بالاغاني الوطنيه، عرفت؟ فطبعا انا اقول الحمد لله على السلامه، وصراحه استانسنا بشوفتك. وطبعا شاد الخليج مهما تتكلم عنه ما توفي حقه حقيقة يعني أنا حتى يوم من الأيام فكرت، قلت ليش ما نسوي يعني فيلم عن حياته حقيقة. هذه أمنية أنا أتمنى لو هو يوافق ونقعد مع بعض، والله ما عندي مشكلة نسوي عن حياته لأنه يستحق الرجل. يعني معناته أن هذا راح يكون الفيلم السادس بالنسبة لك؟ والله إن شاء الله، ليش لا، بالعكس إحنا نبي كل شادي، وفي عندنا شخصيات كويتية تستحق أن إحنا نتطرق لحياتها حقيقة. يعني حلو استاذ احمد، خلينا نتكلم منكم بالبدايه عن الفيلم مالك. انت طبعا انتجت 5 افلام او اكثر. نعم. عندك 4 افلام سويتهم باوكرانيا. اي يعني كوميدي باوكرانيا. اي اربط لي الموضوع شلون اوكرانيا، يعني واحد اوكراني راح يقول اكشن. إيه. كوميدي اوكرانيا شلون؟ لا انت تربط القصه في الكويت وبعدين تنتقل اوكرانيا. حلو. اللي خليني انا اشتغل في اوكرانيا الحقيقه، انا يعني من زمان بهذه الدول اسافر لها وكثير واعرف لهجتهم وكذا. في يعني أنا أربط القصة، يعني كثير من الناس يعني زوجوا أجنبيات. صح. وحصل لهم أمور وكذا، فأربط الموضوع يصير موضوع اجتماعي وأربطها بشكل كوميدي. الشيء الثاني اللي خليني أصور في أوكرانيا الحقيقة، يعني أقولها على الهوى، يعني الحكومة الأوكرانية تقدم لنا تسهيلات، ويعني هم مبسوطين على أن احنا نصور حتى ننقل لهم صورة يعني جيدة وكذا. في نفس الوقت احنا لوكيشنات جميلة، لوكيشنات حلوة، في فنيين حلوين، في كذا. فالحقيقة يعني احنا سوينا اول فيلم كان أليسة في 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 اوكرانيا، بعدين سوينا تجارة شطارة، بعدين سوينا مع الخطر انه نصه بالكويت وربعه باوكرانيا. هذا الفيلم الاخير سفرة 5 نجوم، يعني هم ربعه ونصه هناك، عرفت؟ هي الحدوتة. احمد يعني انت طبعا الفيلم الثاني بالنسبة لك اعتقد مع المنتج عبد الله السلمان، يعني خلينا نتكلم شوية عن دخولك السينما الكويتية. أنا طبعاً بداية تشرف والله إني أكون حبيبي. 4 أفلام مع أبو خالد. إيه 4 أفلام. يعني لكن يعني تفرق معاك لما تكون في مسلسل مثلاً، وغير لما تكون بالسينما، إحساسها غير. تشوف الجمهور كأن الجمهور قاعد يتفرج. يعني أنا يعني حضرت أكثر من فيلم مثلا من إنتاج وإخراج أبو خالد، وحضرتهم وأنا فيهم مثلا، لكن تحس إن الجمهور قاعد يتفرج على المسرح. حلو. ردة فعل مباشرة مثلا غير التلفزيون، لما يتفرج على يغير، ممكن ما تعجب المحطة أو المسلسل بالريموت يغير كل شيء، لكن قاعد أسمع ردة الفعل. ردة الفعل حلو. يعني الحمد لله ان ابو خالد يعني مو قدامه امدح ولا شيء، يعني فتح سكه مثلا. الحين قاعد نشوف كل شهر كل شهرين في فيلم فيلمين بالسينما. انا من منتصف الليل من قبل تقريبا 10 سنوات 2004. وعندك بعد مع الخطر، هذا من احد الافلام اعتقد البوليسيه اللي قصدك مسلسل مع الخطر. لا مو مع الخطر، معه ما كان مسلسل. مع الخطر ما كان هذا الوحيد اللي ما كنت فيه. كان احمد يراجع موجود في منتصف الليل. في اليسا خطفها جميل، والتجاره شطاره، والاخير هذا طبعا موجود فيه انا ايضا.
هذا سفرة خمس نجوم. أحمد أنت اسمك دائما مربوط بالكوميديا، أي واحد تقول له الفيلم هذا موجود فيه أحمد العنان قالك هذا الفيلم كوميدي. نعم. الناس اللي تحب الكوميديا راح تدخل هذا الفيلم. نعم. ليش دائما تحط الطابع الكوميدي في أي فيلم تدخله حتى لو كان فيلم أكشن؟ يعني حتى الجمهور خلاص نحفر بروسهم أحمد العنان، ما يتوقع أن أحمد العنان يعني أب مثلا رسمي. لا أنا أكلم يعني معلش فواز، يعني ترى شوف الكوميديا صعبة وهذه موهبة من رب العالمين، بالعكس يعني هو يتواصل كوميديا أحسن له، عرفت؟ لكن لما كوميدي يروح يترجدي ما 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 ما, ما تركب على أحمد. وايد شخصيات ينفع تراجيدي لكن نادر صعب. نادر الكوميديا كوميديا صعبة طبعا، صعبة جدا. شوف بالنسبة انت تذكرت كلمة السينما، السينما شو إبهار. التلفزيون أنا أقدر أسوي مسلسل وديش بيتك تطل علي أنا إذا إياك، لكن كيف أنا أجذبك من بيتك وأوديك تيجي عندي تدفع 3.5 دينار عشان تشوف الفيلم؟ حلو. إذا لازم أنا أقدم لك شيء مختلف، لازم أقدم لك بهار، لازم أقدم لك يعني شيء يعني يبهرك. الحقيقة أنا بقول شغلة، إحنا صراحة يعني صناعة السينما الحمد لله بالكويت بدأت تنهض وشيء جميل. أنا قاعد أشوف الشباب، أشوف ضغط الفترة هذه بالأفلام عندنا، بدأوا يشتغلون وبدأوا كذا يعني. توقفت الأفلام احنا يعني من 2004 وبعدين توقفت، سوى اخوي طارق فيلمين وبعدين توقفت، رجعنا احنا بأليسة والحقيقه لاقى نجاح وبعدين بداوا الشباب يشتغلون. لكن الى الان يعني بعض الشباب يشتغلون فيلم، يعني انا والله اودي الكل يشتغل، لكن يشتغل فيلم ويقعد يمدح فيه بشكل رهيب الفنان نفسه، نفسه المنتج او المخرج او كذا، إنه أنا فيلمي وأنا عدت بالسينما الكويتية. أنا يعني أنا هذه تقهرني الكلمة إنك أنت عدت بالسينما الكويتية. أنا ما أقول ليش، لأن قبلي خالد الصديق أساتذة فلان وفلان تاريخ. أنا ما أبي يعني أسمائهم ما تحضرني الآن. السينما الكويتية مش إحنا اللي سويناها، سووها قبلنا أجيال أقاموا فيها، إحنا الآن يينا نكمل هذه المسيرة، نكمل المسيرة. الجمهور بالنهاية هو اللي يحكم. الجمهور هو اللي يحكم عليك، صح. هو اللي يقول لك فيلمك جيد أو غير جيد. أنا ما أسوي افتتاح لأفلامي صراحة، لسبب لأنه أنا أعتقد إنه هالفيلم هذا للجمهور. ليش أنا أسوي افتتاح حق النخبة؟ إيش حقه؟ لا، النخبة يبيني يروح فيلمي مع الجمهور يشوفه. الجمهور هو الحكم، هو أنت حكمك شباك تذاكرك، صح. زين، هذا إحنا قاعد نسوي الآن سينما. إحنا نقول لك نعاني، مو ما نعاني، والله العظيم نعاني، وقسما بالله نحط فلوسنا وما ندري ترجع أو ما ترجع. الآن أقل فيلم يكلفك، أنا ميزانية أفلامي أقل شيء، مو أقل يعني ممكن يوصل 170-160، طبعا هذا مو والله وايد، ما توقعت. لا هذا مو وايد بالنسبة لأفلام أنت تصنعها، بس إحنا على ميزانيتك، لأن أنت تتعامل مع شركات السينما، شركات السينما قطاع خاص، عرفت؟ ما تقدر تقول له والله عطني، هو ياخذ منك النسبة 50%، عرفت؟ ما تقدر تقول له والله خفض لي، لأنه هو قطاع خاص يربح. صح. إحنا كنا نتمنى على الدولة أن تبني 3-4 يعني. أنا حتى تكلمت قلت حتى لو الأوبرا تصير فيها دار سينما، صح، والأفلام الكويتية تعرض، عرفت؟ يعني أنا مو شرط يعني كمنتج أني أنا أربح، يعني لا، خلي أفلامي تعرض، أنا أعرض هني وأفلامي تعرض هني، وخلي تذاكري مثلا الدور اللي تسويها الدولة دينار دينار نص، طلع تكلفتك يعني، طلع تكلفتك، لأن أيه. لأن أنت قاعد تسوي سينما، قاعد تشتغل، عرفت؟ قاعد الآن يعني في تحرك جميل، الأفلام الآن الكويتية ما أكذب عليك قاعد تطلع مبالغ، في إقبال كبير الحين. يمكن بخاد حتى يمكن الكل يتابع يمكن أو شاف الفيلم، فيلم هامة يعني، هذه الأفلام المميزة اللي الحين في دور العرض في السينما. نعم. الكويتية. نعم. بالعكس يعني إحنا قاعد نشوف بصمات كويتية في السينما. لكن الحين خلينا نتكلم شوية عن الكاست مال العمل نفسه، شلون اخترت الكاست هذا؟ يعني مثلا الحين فنان أحمد العنان قلت لك نجم بالكوميديا، أنا قاعد أشوف قبل شوية حاط عندك الإعلامي اللي هو أيضا ممثل، محمد خورشيد. يعني في يعني اختيار كان مميز ومنوع، شلون تم هذا الاختيار؟ حتى يمكن وأبي أيضا أبي أحمد هم أنت تتكلم عن يعني اختيار الفنانين، هل يهمك إنه والله الفنان يكون فلان موجود معك في العمل، هم يعطيك الإفيه ولا لا؟ لا شوف أنا لما أكتب أكتب لفلان وفلان وفلان، خلاص أكلمهم، ترى أنتم معاي بالفيلم الجاي، ممتاز. فأنا أكتب على شخصياتهم وأعرف قدرات كل واحد فيهم ووين هذا ايش قاعد يقول وهذا ايش يقول، زين. فلذلك أنا أحط لهم الأرضية وأكتب لهم السيناريو والحوار وأقول لهم ترى أنتم تكملون
بروحكم الحلوة وفيهاتكم كملوا، لأن عمر الكاتب لا يكتب، يعني ما يقدر يكتب إفيه، يكتب كوميديا، يعطيك العظمة على قولتهم، يعطيك الأرضية. الغلط الكاتب هو اللي يعطي الإفيه، يعني حقيقة. أنا يمكن بعض الناس يقولك لا ممكن أوكي، بس إحنا ما عندنا كتاب يعني محترفين كوميديا. يعني أنت تكتب الفكرة، تعطي العظمة، وبعدين يبقى على في هذا الممثل صح. اي لا ما يقدر يعني شنو افيك احمد عطي على خلى يكون شيء حصري حقنا. افيك شنو وين شنو افيك بالفيلم نفسه شنو سويت شنو رايك شخصيه مالك شنو؟ لا وايد وايد لا احنا نبيك تعرف احنا نحضر قبل لا نروح بروفة تصليح وقراءه زين، وبعدين هناك بالوقت باللوكيشن ابو خالد يعدل ويضبط يلا بروفة سمعوني. فوايد في الفيل اللي قاعد تناقلونه الشباب يمكن شافوا المشاهدين بروسيا أسأل الضابط تعرف أحد مرور الجهرة لأن حبايبي مرور الجهرة كله يعني يوم يوصل مرور الجهرة. زين أحمد خلت كلام صراحة شوي، يعني أنت طبعا نجم ويعني دشيت في مجال الدراما وتعرف أجور الدراما، خلنا نتكلم شوي على الأجور، خلنا نتكلم يوم عن أجور السينما. ليش أجور السينما ضعيفة للعلم؟ يعني برا يقول أجر السينما أكثر من الدراما عكس، ليش إحنا بالكويت عندنا أجر السينما أقل؟ وهل أنت تقبل بهالشيء ولا لا؟ أقل شون كم؟ لا عفوا أنا راح أجاوبك. كم يعني تختوي لذي؟ أنا أشوف ناس يأخذون حتى 500 دينار بالفيلم. لا مستحيل يا رجل. أنا أقول لا 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 لا. أنا عندي فيلمي فيلم الجولة الأخيرة في ناس خلق بلد 500 دينار مبتدئين، يعني هذا مو قدر أحمد ولا قدر على هذا الكلام أذكر ليش سألت أحمد. لا لأنه هو ما في ما في تعب. يعني شوف ممكن يعرض لك فيلم يعرض لك أسبوعين ويكندين، يعني شوف و50% يأخذون شركة السينما ولا ينزلوا لك إعلانات، فالمنتج يدوب مصاريف المعدات والسفر والممثلين وممثلات المكياج. يعني ممكن في وايد منتجين أفلام ربعنا لهم تجارب اللي خسروا وايد فيهم. لا لا ما يقل. شلون عيل أبو خالد تتحكم موضوع الأجور هذا؟ ياك واحد نجم ثقيل ونجم شباك طلب منك رقم عود وأنت تدري أن الرقم هذا يمكن ما تغطيه. أنا طلب في أحد النجوم طلب عليه رقم، قلت له فلان إذا أنت واثق تعال دي الشريك. إذا طالب هالرقم يبقى تعال دي الشريك 50%، وإذا جبت هالرقم خذلك. ما نقدر إحنا نعطي مبالغ معينة لا تتعدى يعني شيء معين، يعرف ما أبي أقول أسعار حتى لا أبخس حقوق الآخرين. احنا لانه انت قلت لك احنا قاعد السينما الان انت يعني على قولتهم الغله طلعها من الكويت من شباك الكويت، في الخليج افلامنا ها يعني يدوب تمشي معاهم، عرفت؟ فلذلك انت تتعامل لما يجيك واحد يقول له حبيبي انا هذا مو مسلسل هذا سينما. المسلسل المنتج ماخذ منتج منفذ او اوريدي بايع على قناه، عرفت؟ انت الحين ما في احد يعني نادر ما حد ينتج ومو ماخذ من قناه ماخذ فلوسه ولا يخسر. احنا لا على الشباك وقد تخسر وقد تربح. فلذلك لازم تتعامل معاه تقول له حبيبي في بعض الفنانين عيوني وطلبوا وايد طلبوا مبالغ هم مو فاهمين السالفه، هم على بالهم تكسب انت بالالاف المؤلفه. يختلفوا عن التلفزيون، التلفزيون ممكن تحط ميزانيتك مثلا مصاريفك واجورك مثلا 200,000، محطه ممكن اي محطه تعطيك ممكن 400-500,000. صح صح. وخالد انت يعني قبل لا تنتج الفيلم قعدت مع طبعا الهرم الفنان القدير والكبير الفنان عبد الحسين عبد الرضا، كان في اجتماع بينكم شو معطاني هذا؟ لا 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 انا كان هذا سبب هذا الاجتماع. شوف خليني اقول لك شغله، معلش ابيك تقول انه يكون هذا الخبر حصري حق لا انا عارف من قال لك، انا عارف من قال لك هالخبر بس ما راح اجاوب. اسمح لي ليش ما راح اجاوب؟ ما اقدر اجاوب ما ادري جواب. لا هذا شيء ما اقدر اجاوب فيه. بالعكس يعني احنا فنان عبد الحسين بن عبد الوهاب يعني هرم. اصلا لو انت تقول لي اليوم ان انت يعني وقعت معاه وبدش وياه فيلم معين، بالعكس هذا يعني والله انا اتشرف اول فيه. واحد انا اروح انا اتشرف فيه بس ما اقدر اتكلم. ايه؟ اسمح لي احمد قول انت. والله اتمنى العود هذا نشتغل معاه يعني يعني انا مشاركتي بصراحه معاه ما انساها، مسلسل أبو الملايين. أيه؟ يعني المسلسلات كسر الدنيا بصراحة، كسر الحمد الدنيا. لله المسلسلات اللي شاركت فيها كانت اعتبرها هذه غشمرة يعني، وأنا قلت له عمي أبو عدنان وهالشغل معاه غير تعلمنا يعني مدرسة أبو عدنان يعني وغيرها بعد الالتزام شلون الاحترام شلون أول واحد موجود آخر واحد يعني أبو عدنان. أنا اشتغلت معاه مسرحيتين، فرحة أمه
وباي باي عرب. والله العظيم كان هو يجي قبلنا أول واحد على المسرح ملتزم. صح. إحنا نخجل منه عبد الحسين قبلنا وإحنا كنا صغار أستاذ ونجم قبلنا مشكلة. يعني عرفت فيعطيك التزام. هذا للأسف الآن يعني في الآونة الأخيرة صار ما في التزام عند بعض الفنانين ما يلتزم. صح. ما وتلقى بعد ممثل تو جديد يمكن احنا نجرب يمكن شراسي تاخر والله عندي اوردر ثاني ما اكثر من اوردر. الحين نشوف في فنيين كل الفنيين نجوم اساتذه كبار المخرج واقفين العالم كلهم ناطرين مثلا ممثل جديد ولا ممثله طلعت مسلسل ولا مسلسلين. يعني وهذا حصلت يعني انا موجود بالمجال واشوف كل شيء نشوف حالات يمكن اقول لو ابو عدنان موجود يمكن يسوي بلاوي مستحيل الامور هذه يرضى فيها نهائيا. هذه اهم من الامور الفنيه طبعا. زين احمد انت طبعا قاعد تحضر اعتقد حق مسلسل او بتدخل مسلسل ان شاء الله الفنان حسن بلام. كلمنا شوي عن المسلسل شنو فكرته؟ مسلسل تراثي كوميدي ان شاء الله راح يكون ل إنتاج تلفزيون الكويت. ممتاز يعطيهم العافية إن شاء الله. تأليف وإخراج أخوي خالد الفضلي وبطولة حسن البلام جمال ردهان ومجموعة مثل ما يقول مجموعة حسن البلام مبارك المانع فهيد البناء عزيز نصار وأخوك وياهم إن شاء الله. عسى الله وفقكم إن شاء الله. أبو خالد خلنا نتكلم شوي عن الأمور التقنية. أنا أحب الأمور التقنية سوالف الكاميرات والشغلات هذه. شنو يختلف اليوم عندنا يعني كأمور تقنية وكاميرات بالسينما والدراما؟ شو الفرق؟ يعني أنت هني كم كاميرا تستخدم؟ كم مخرج؟ فريق عمل كامل؟ شنو يختلف معاك؟ تكاليف وين تحس أن في كوس عليك أكثر؟ شوف الحين التكنولوجيا سهلت لك الأمور. قبل تصور بسينما اللي هي الشريط والدنيا وكان يعني تكلفة السينما كانت أكثر شيء بالشريط لأن الشريط 5 دقائق كان وكان يعطون الممثل له تيك أو 3 تيك وان شوت كان أعتقد. يعني إيه يعني عرفت لا مو وان شوت بس هم لأن تكلفة الخام وايد غالية التحميض. الآن خلاص التكنولوجيا أعطتك الكاميرات الرقمية اللي هي مثل ريد إبيك الريكسا وهذه حتى الأمريكان الآن قاموا خلاص يتخلون عن الأمور هذه. فلذلك الآن كوست التصوير أخف من قبل أخف يعني أنا سويت منتصف الليل باللي هو الخام فكلفني كثير حمضت باليونان ورح سويت الصوت بتركيا. الآن لا خلاص أنت تصور فيديو ولكن بحجم 5K عرف فيعطيك الحجم اللي هو السينمائي فخفت الأمور. اختلاف التصوير التلفزيون عن السينما طبعا مختلف لأن أنت أول بالسينما لازم تستخدم كاميرا واحدة ما تستخدم كاميرا واحدة يعني معات المسلسلات مفروض كاميرتين. أنا استغلت كاميرتين بس تحس إنه 3 كاميرات و4 كاميرات أفضل يعني لأنه بيخلص 30 حلقة متى يخلص أنت قاعد تشتغل يعني ساعة ونص بتخلصها بتشتغل لأنك بتبدع فيها لقطات السينما يعني ما تقدر تأخذ بيج كلوز حق السينما وتحطه بشاشة يطلع حق الجمهور كأنه مرعب بالتلفزيون عادي تقدر تحطه بيج كلوز عرفت ما يصير. السينما تعتمد دائما على الدايمنشن البعد أنك تصور دائما خارجي جدا قبيح يعني مو قبيح يعني أنه لازم يكون 80% من أوكيشناتك خارجي حلو. ما تحكرها كلها داخلي لأن بالسينما مو حلو تلفزيون عادي يمشي الداخلي بس السينما تحب الدايمنشن تحب البعد تحب المناظر تحب هذه هي السينما اختلافها عن التلفزيون. كذلك اللون الصورة أنت تقدر تعمل ستايل حق فيلمك كصورة مختلفة جدا عن التلفزيون. ستايل لون تلوين الشغلات هذه كلها مختلفة عن التلفزيون طبعا. حلو. طبعا عبد الله سلمان قدم برامج أحمد العنان متى قدم برنامج؟ والله قدمت برامج بس برامج كوميدية ومسابقات. اي ابو خالد قدم برامج ايام قناه الشارع والسياسيه قناه فلاش ايام ما كانت انا عندي قناه فلاش. الله يعطيكم العافيه نورتوني اليوم في الكويت. كلمه اخيره توجهونها حق متابعينكم. انت ما سالتنا عن فيلم سفره 5 نجوم لا فيلمنا الجديد هذا فيلم جميل اصلا تكلمنا عنه لبوكرانيا بينزل يوم الخميس الجاي. اي قول لي الموضوع متى بينزل هذا فيلم طال عمرك ان شاء الله راح ينزل كوميديهم بطولة أحمد وأبو خرشد وأحمد العون وبهمن عبد الله بهمن. هذا فيلم طال عمرك قصته تتكلم عن ولد هكر وقضايا الهكر واختراق المواقع وكذا بس بشكل كوميدي. فطبعا يروحون للولد هناك قاعد برا ف
فيحاولون يساعدونه بس يدشون باختصار طبعا يدشون المشاكل عشان انتم ما عندكم وقت بعد. حلو. فان شاء الله عرضنا الخميس الجاي يبلش الخميس الجاي ان شاء الله وان شاء الله يحوز على رضا المشاهدين ان شاء الله. عسى الله يوفقكم ان شاء الله. احمد في الاخيره يعني مشكورين على هالدعوه هذه وشكرا للاعلام وتلفزيون الكويت من معالي الوزير ل أصغر موظف في الوزارة. أنا عندي كلمة بقولها بعد. أيوة. أنا اليوم وايد استانست. طبعًا أنا من دائمًا أجي وزارة الإعلام. يعني تعتبر يعني هذا بيتنا الثاني. مكانك. اللي حصل اللي شفته اليوم إن أنا مبسوط كل الطاقم كويتيين. وايد جميل. شباب كويتيين. أحلى كلمة سمعتها. أي والله. من يعني كلهم أنا يعني ولا كسور في الآخرين. لكن حلو لما تشوف شبابنا كويتيين هذا مساعد مخرج هذا مصور هذا مدير الاستديو هذا كذا هذا وايد يفرح الواحد هذا الكويتي دائما يعطي طبعا واخونا قاسم عبد القادر هذا الانسان الكبير اللي صراحه له بصمات يعني شو نقول عنه يعني ما نبي نمدحه عشان نقول والله يعني كذا طبعا نشكر كذلك وزاره الاعلام من معالي الوزير الوكيل المزرب ابو فواز حبيبنا الكل الجماعه شكرا على هذا اللقاء وانا سعيد في هذا الجو سعيد بهذا البرنامج ليالي الكويت الحقيقه قاعد يحقق نجاح جميل والله يوفقكم يا رب عسى الله يوفقكم مره ثانيه واذكر طبعا الساده المشاهدين حبيب. فيلم خمس نجوم اول عرض ان شاء الله راح يكون يوم الخميس طبعا مستمرين معاكم في فقرات ليالي الكويت والحين عندنا لقاء من نوع اخر وكعادته طبعا زميلي محمد الوسمي يتميز بلقاءاته المنفرده وحواراته الصريحه محمد الوسمي زار طبعا وزيره الشؤون الاجتماعيه والعمل ووزيره الدوله للشؤون الاقتصاديه السيده هند الصبيح زارها طبعا في مكتبها وطلع لنا بهذا التقرير المميز نشوف التقرير ونطلع فاصل نرجع لكم.